بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية. وها نحن اليوم سندرس سورة جديدة، ألا وهي سورة الشرح. وقبل أن نبدأ بدراسة السورة لابد أن نتعرف على سورة الشرح. هل هي مكية أم مدنية؟ مكية، لأنها نزلت في مكة. ذكرنا أن القرآن الذي ينزل في مكة تكون السورة مكية، والقرآن الذي ينزل في المدينة المنورة تكون السورة مدنية. فاستمعوا الآن إلى قراءة لهذه السورة، ومن ثم نستمع إلى قراءات الطلاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآن أعزائي الطلاب أنا أقول وأنتم ترددون ورائي، هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك؟ ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك؟ الذي أنقض ظهرك. أنقض. أنقض. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. أحسنتم طلابي. هل أحد منكم يستطيع أن يقرأ السورة بمفرده؟ أنا. نستمع إلى مالك. تفضل يا مالك. ألم نشرح لك صدرك فوسطنا ووضعنا لك عنك وزرك. نعم. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك صدرك. ذكرك. نعم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أحسنت يا بطل. نستمع إلى طالب آخر قراءة السورة. تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر
العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فارغب وإلى ربك وإلى ربك فارغب. أحسنت يا عبد الرحمن، قراءة صحيحة. والآن يا طلابي، بعدما سمعنا إلى قراءة الطلاب، هيا بنا نبدأ في شرح الصورة. ذكرنا أن صورة الشرح صورة مكية. تبدأ الآية الأولى، يقول الله: ألم نشرح لك صدرك. من المقصود في هذه الآية؟ الله يحدث من؟ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ألم نشرح، أي نهيئ صدرك ونجعله مستريحا لهذه الدعوة ونجعلك مسرورا بالنبوة. ألم نشرح لك صدرك يا محمد، شرحنا صدرك بهذه الدعوة، دعوة الإسلام، وجعلناك نبيا وأنت مسرورا بذلك. وفي الآية الثانية، ووضعنا عنك وزرك. ما معنى الوزر؟ الوزر هو الحمل الثقيل، الحمل الايه؟ الثقيل. وضعنا أي أزلنا، وضعنا أي إيه؟ أزلنا. ووضعنا وأزلنا عنك الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك. أنقض يعني إيه؟ أثقل. أنقض أي إيه؟ أثقل، أي جعل ظهرك ثقيلا، كأنك تحمل شيء ثقيل، صحيح؟ نعم. نعم. ووضعنا عنك وزرك، أي أزلنا عنك الحمل الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك. ثم ماذا؟ ورفعنا لك ذكرك، أي جعلنا شأنك يا محمد عاليا وذكرك مرفوعا. كيف ذلك؟ حيث قرن الله سبحانه وتعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم معه في التشهد، فنحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. صح؟ طيب، اسم سيدنا محمد يأتي في ماذا أيضا غير التشهد؟ في الأذان. في الأذان نقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ماذا؟ ثم يأتي فيه الإيه؟ في الصلاة، في الإقامة، إقامة الصلاة. يأتي اسم سيدنا محمد في إقامة الصلاة مع النبي، حينما نقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذن ربنا جعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاليا، وقرن اسمه معه في التشهد وفي الأذان وفي الإقامة الصلاة وفي الأذان وفي القرآن الكريم. نعم، وفي دخول الإسلام، وفي دخول الإيه؟ الإسلام. فأنت لا تدخل الإسلام، دخول المسجد، لا تدخل الإسلام إلا أن إيه؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أحسنت يا أكرم، إجابة صحيحة، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم الآية الخامسة والسادسة، يقول الله: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، ما معنى ذلك؟ معناه أن الأمور إذا اشتدت وضاقت، العسر يعني الشديد، الشدائد. نحن الآن نواجه فيروس كورونا، مشكلة، صحيح؟ صحيح. وجالسين وكل الناس يجلسون في بيوتهم، صحيح؟ صحيح. هذا عسر، هذا إيه؟ سيأتي بعده يسر، سيأتي بعده يسر، يعني راحة. إذا اشتدت الأمور وضاقت سيأتي الفرج، فرج الله قريب، فرج الله إيه؟ قريب. سيأتي الفرج، وربنا سيذهب عنا هذه الغمة وهذا الهم، وهو كورونا، صح؟ نعم. أيضا
أيضا الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد لا تقلق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكل شدة يعقبها أن يأتي بعدها فرج ويسر. والآية الأخيرة معنا في هذه الصورة فإذا فرغت فانصب. ما معنى فرغت؟ أي يا محمد إذا فرغت من مهم تبليغ الرسالة للناس ودعوة الناس للإسلام فابذل جهدك فانصب، أي فابذل جهدك واتعب في العبادة والدعاء. يعني أنت ادعو الناس إلى الإسلام وادعو الله أن يستجيب لإيه؟ لدعوتك، واتعب في العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ وإلى ربك فارغب، أي إلى الله وحده سبحانه وتعالى توجه بالدعاء والعبادة. لا تعبد إلا من؟ الله. ولا تدعو إلا من؟ الله. من الذي يملك القلوب؟ الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلبك، فسبحانه وتعالى يملك قلبك يا محمد، فالجأ إليه وتوجه إليه بالعبادة والدعاء. تعالوا معا نقرأ هذا الإرشاد ثم نجيب على الأسئلة. نقول على المؤمن أن يواجه مشكلات الحياة بقلب مليء بالإيمان. اثنين، كل شدة سوف يعقبها فرج، الشدة يأتي بعدها الإيه؟ الفرج، ورخاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الله وحده هو المستحق للعبادة. من الذي يستحق العبادة؟ الله. ومن الذي يستحق الشكر؟ الله. ومن الذي يستحق الثناء؟ الله. الله سبحانه وتعالى. تعالوا معا أعزائي الطلاب نجيب عن هذه الأسئلة. املأ الفراغات الآتية بما تراه مناسبا. يقول الله سبحانه وتعالى الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. هنا يقول أنقض يعني إيه؟ أنقض ظهرك. أثقل. أنقض يعني إيه؟ أثقل ظهرك. أثقل ظهرك. أحسنت يا بطل، أحسنت يا مالك، إجابة صحيحة. الوزر هو إيه؟ درسناها في قوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك. الوزر هو الايه؟ الظهر. لا، الحمل الثقيل. الحمل الثقيل. الوزر هو الايه؟ الحمل الثقيل. الحمل الثقيل. جيم، رفع الله تعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بجعل اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تعالى في اسم النبي محمد. بدي ما اسم ربنا فين؟ في الصلاة. فين في الصلاة؟ في الإقامة. في إقامة في الصلاة. الصلاة. في الإقامة. وفي التشهد. وفي التشهد. وفي الأذان. وفي الأذان. والتشهد. إذن التشهد والأذان والإقامة والإذان. ودخول الإسلام نفسه. وفي القرآن. وفي القرآن نجد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ركز معي، ركز معي يا مالك، ضع علامة صح أمام الصواب وعلامة خطأ أمام الخطأ. تمام؟ واحد.